عندما يتوقف كل شيء هي أم الدنيا مصر، الدولة الأولى التي تستضيف حدثاً عالمياً بعد توقف عجلة الرياضة عالمية بسبب جائحة كورونا، وهي بطولة العالم لليد مصر 2021، والتي تقام من 13 حتى 31 من يناير المقبل، لتتجه أنظار العالم إلى هبة النيل لتبهرها بالتنظيم مثلما كانت البداية مع قرعة المسابقة والتي تخطت مشاهداتها المليار من 190 دولة. مصر الدولة الأولى والأخيرة التي تحتضن مونديال اليد بنظامه الجديد بمشاركة 32 دولة، حيث أقر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى أن جميع النسخ القادمة ستكون بتنظيم مشترك بين دولتين أو ثلاث دول، لتصبح أم الدنيا السباقة والمتفردة دائما في كل حدث رياضي. البطولة ستشهد أجواء احتفالية في الافتتاح والختام يبهر العالم، كما حدث في حفل القرعة التي أقيمت تحت سفح الهرم على أنغام الموسيقار عمر خيرت وبتقديم الفنان العالمي خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم. وعلى قدم وساق تتواصل اجتماعات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على كافة الاستعدادات لتقديم تقرير مفصل دائما للجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي تضم 18 وزيرة، لتوفير كافة الإمكانيات للوفود المشاركة. مصر استعدت للمحفل العالمي بإنشاءات خاصة بالصالة المستضيفة للبطولة بتكلفة تقدر ب 3.2 مليار جنيه، وهذا يؤكد حجم المشروعات الرياضية المنفذة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن تلك الإنشاءات الحديثة التي تستضيف البطولة ثلاث صالات كبرى مجهزة بأعلى التقنيات الفنية في العاصمة الإدارية، وتسع 7500 مشجع، وصالة برج العرب وتسع 5000 مشجع، وستة أكتوبر وتسع 5200 مشجع، وجميعها تأسست في عام 2020، إلى جانب تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة التي تسع 17000 مشجع وتحتضن مباريات مجموعة منتخب مصر في المونديال. البطولة ستخدم الدولة في كافة المجالات الاقتصادية ومنها السياحة، ولذلك وضعت اللجنة العليا ثلاث خطط للحضور الجماهيري في ظل استمرار جائحة كورونا، فقد يتواجد الجمهور بنسبة 100% أو بنسبة 2:1، بمعنى وجود كرسي خال بين كل كرسيين ممتلئين، والاحتمال الأخير هو 1:2، بمعنى كرسيين فارغين بين كل مشجع وآخر. ولا سيما أن تنظيم إقامة الوفود الأجنبية المشاركة في البطولة ملف مهم لتوفير كافة سبل الراحة والأمان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وهذا ما سيكشف عنه ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لمونديال اليد مع كريم كوجوك ونهاوند سري في 10 الصبح في الأهلي. بطولة العالم لليد إن شاء الله اللي هتقام في مصر الشهر المقبل حدث يعني هنقول عالمي على أرض المصرية، وإن شاء الله يكون أكثر من ناجح، وده اللي احنا متوقعينه جدا. الاستعدادات بدأت من شهور يعني سابقة، ولحد دلوقتي اللجنة يعني حريصة جدا على أن المشهد يظهر في الآخر بمظهر يليق بمصر. هو ده اللي احنا اهم حاجه ان احنا لازم نحط تحتها كذا خط، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم عن كمان ان في حضور هيكون يعني عالمي مش بس محلي، بنتكلم عن يعني في وجود كمان لصحافه واعلام غربي، فهي دي النقطه كمان اللي هتاخدنا للسياحه الرياضيه وقد ايه بيبقى لها انعكاسات جميله جدا وايجابيه جدا على الدوله اللي بتهتم بهذا الملف. فخلينا نرحب بالاستاذ ممدوح الششتاوي، هو رئيس لجنه الاقامه والاعاشه لمونديال اليد 2021، وهنتكلم بقى في كل التفاصيل منها طبعا الاجراءات الاحترازيه، لان ده اعتقد الملف برضو الاهم. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. صباح الخير ممدوح، منور الدنيا كلها، سعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. والحقيقه يعني في الفقره اللي حضرتك منورنا فيها دي عندنا ملفات كتير عايزين نتكلم فيها وتفاصيل كتير عايزين نعرف من حضرتك يعني كل حاجه متعلقه بيها، بس عايزين نبتدي معاك بالمبدا ذات نفسه. حضرتك شفت ازاي تاكيد مصر على قدرتها على تنظيم مونديال كره اليد
في ميعاده بدون اي تاجيل، علما بان كل التوقعات المسبقه كانت بتقول ان او كلها كانت ماشيه في سكه انه نظرا لوجود كورونا ونظرا لوجود يعني مشاكل عالميه كتير فيما يتعلق بالسفر والاقامه والاجراءات الاحترازيه والنوع ده من الامور، فالموضوع هيتاجل ولكنه ما اتاجلش. تمام. صباح الخير. صباح العسل. ممكن نتكلم على يعني هي بنتكلم على قدره الدوله المصريه في تنظيم احداث مثل هذه الاحداث الرياضيه. شفنا في بطوله كاس الامم الافريقيه اللي فاتت ان في 6 شهور كانت البطوله دي معموله قبل كده في الكاميرون، وفي 6 شهور الدوله المصريه قامت بعمل استادات، تجديدات كامله في استادات اللي اتقامت عليها البطوله، تجهيزات على اعلى مستوى. حاجه كان شفت حضرتك طبعاً. كان انجاز تاريخي وشكل اظهر شكل الدوله المصريه بشكل اعتقد ما فيش دوله في افريقيا كانت تقدر تقوم بالحدث ده، واحنا اللي كلفنا الدوله المصريه كلفت، يعني ما فيش حد قالوا ان مفيش حد هيعمل البطوله، هتقام البطوله على الارض، كان المغرب اعتذرت وكاميرون ومصر قدرتها. اللي بيتعمل في مصر دلوقتي لبطوله كاس العالم لكره اليد ابتدى من اول ما مصر قدمت على استضافه الحدث، وكانت في منافسه قويه، وبعدين كسبنا الجوله ان احنا نبقى تنظم في مصر لاول مره ينظم كاس العالم في افريقيا ب 32 دوله في دوله واحده في مكان واحد. ده حاجه كبيره جدا جدا، يعني ما اقامتش اخر مره في اوروبا دولتين اللي بتقام فيهم وكانوا 24 في دوله، دلوقتي 32 دوله، ده حاجه كبيره جدا. اما مصر كانت واقع عليها حق التنظيم كانت لسه ما فيش كورونا، وكان لسه الاجراءات اللي كانت بتتاخد ان احنا حجز عندنا عدد فنادق كافي جدا، ما كانش في صالات، الاجراءات التقليديه ما كانش في صالات الكفايه، فتم تجهيز الصالات وابتدت في الفتره دي لتجهيز، والحكومه المصريه والدوله المصريه يعني اخذت على طريقها بناء الصالات الجديده، ويعني دي يعتبر حاجات اسد او اللي هي تمام راحت راحت مني اسس ايوه يعني زي يعني انت اللي بتترجم والله راحت مني راحت مني بس مفهومه ضمنيا يا فندم مفهومه ضمنيا ترجمها بعدين بقى الامكانيات نقدر نقول يعني اللي عندنا ممكن تمشي امكانيات طبعا فدلوقتي اللي اتعملت تكلفه بتاعتها توصل اكثر من 3.5 مليار، فده رقم كبير جدا جدا. دي هتبقى حاجه كويسه للاجيال اللي جايه، ما بتبقاش للفتره دي بس، ما بتبقاش للايام دي، تبقى كل الاجيال لالعاب مختلفه في اماكن مختلفه. عندنا صاله في برج العرب، صاله في العاصمه الاداريه، صاله في القاهره تجديدها وتحديثها على احدث مستوى، صاله 6 اكتوبر. الحدث بان قدره الدوله المصريه مع الاجراءات الاحترازيه اللي حقيقي لازم نقول فيه كان فيه دور كبير جدا جدا للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي اللي هو كبير المنظومه الرياضيه في مصر كرئيس الاتحاد الدولي، واللي فعلا له دور كبير جدا في الرياضه المصريه، بل في مش الرياضه المصريه بس، في الرياضه الافريقيه وفي العالم كله، مع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنه العليا للطبيه اللي احنا كنا عاملين ده حاجه ممكن اقولها لك ممكن يعني مش يعني غريبه، ممكن تقول ان احنا ما كناش فاهمين في حاجه معينه، احنا كنا كلجنه احنا كنا عاملين حفله القرعه ل 600 واحد، عايزين نعمل حفله كبيره جدا، فرح كبير جدا، عشاء وجالا دينر في الهرم في مكان اختيار. فاحنا في اخر اسبوع الدكتور حازم والدكتور حسن مصطفى قال الكلام ده كلام مش صح خالص، احنا لازم الاجراءات الحظيه لازم هيبقى في فيزيكال ديستانس، تباعد بدني او جسدي، تباعد اجتماعي، خلاص كده احنا تمام. نبعت تجيب القاموس فاهم، اللقاء ده لقاء عالمي بمعنى حرفي، مش حدث عالمي، فاكر ان احنا جايين حد من مصر بالظبط. ففعلا فوصلنا لمرحله ان احنا الاعداد نزلت ب 150 مدعو، فده اللي يعني ليه ما سالنا الدكتور حازم والدكتور حسن مصطفى، قال لك ده الصوره دي بتتنقل للعالم كله وكل الناس بتبص على مصر طبعا. بتشوف الشكل ايه، واخدين اجراءات احترازيه ازاي، وقيمه الاجراءات الاحترازيه بتبين من قدره الدوله ومدى قوتها ومدى ثقافتها ومدى فهمها ومدى فهمها لموضوع الاجراءات الاحترازيه الطبيه. ففعلا كان الصوره هايله جدا، حتى الفريق عمر خيرت الناس اللي كان الفريق معاه كان في تباعد بينهم في الفريق، الناس كلها فيها اماكن، في كل الاماكن الناس داخله بماسكات، من اول رئيس الوزاره لكل المدعوين، فدى الشكل الصوره الحضاريه عن مصر. ادى انديكيشنز للناس في الدول بره وهي بتتفرج علينا ان مصر لا دوره
عندها القدرة لتنظيم مثل هذا الحدث. وإحنا بنشتغل في البطولة، إحنا كنا أو اللجنة بتاعتي اللي هي الإقامة والإعاشة، إحنا الحمد لله مصر عندها طاقة استيعابية في الفنادق كبيرة جدا جدا جدا، إذا كانت في فنادق في المناطق الشاطئية اللي فيها فنادق للسياحة الشاطئية، أو للأقصر وأسوان كسياحة أثرية، أو للقاهرة اللي هي سياحة مؤتمرات وحوافز وبزنس بيجوا اللي بيجوا للأعمال. طيب أنا عايز أسأل حضرتك برضو عشان يعني نبقى فاهمين بالأرقام. أنا كنت هكملك من غير أسئلة كل الموضوع. أنا حسيت كده يعني ميزة في حضرتك إن يعني بتسترسل. بس عشان برضو الناس تبقى متابعة معانا، حضرتك بتتكلم دلوقتي إن طبعا مصر واخدة بالها جدا ويعني بتفولو أو بتتبع الإجراءات الاحترازية بشكل صارم. بنتكلم هنا إن تقريبا الحضور 30%، عشان بس نعرف فكرة الفنادق اللي حضراتكم هتجهزوها أو هتحجزوها هتبقى مقتصرة على 30% من الحضور. أنا كنت هكمل لك ده من يعني كنا ماشيين فيه. كان في الأول وإحنا بنبتدي نحجز الفنادق للطاقة الاستيعابية الكبيرة اللي في مصر، فكنا ممكن نقدر في أي أماكن. ليه؟ في ميزة في مصر ممكن ما بتلاقيهاش في دول كبيرة جدا حتى في أوروبا. سيتي هوتيل في اوروبا لو انت بتروحي بتسافري اكيد حضرتك بتشوفي كتير فنادق اللي في اوروبا حجم الغرف اللي في المدن بتبقى حجم صغير جدا. صحيح. لو في باريس او في لندن أو ليه؟ ان المساحه بتاعه المدن البلد غاليه والاراضي غاليه والمدن دي قديمه يعني ما فيهاش تغيير. حتى لو رحتي المكان تلاقي عمارات في وسط البلد والحاجات دي كلها قديمه جدا، وفي نادق تلاقي 5 أوض و4 أوض بس حجم الغرفه صغير جدا. مصر تختلف عن الموضوع ده. مصر عدد الأوض اللي فيها أول حاجة عندنا أوض عدد كم أوض كبير جدا، زائد المساحة الغرفة الفندقية في مصر أكبر كتير جدا من الفنادق. ليه؟ إن إحنا عندنا فنادق في القاهرة ريزورتس يعني في مناطق التجمع الخامس الفنادق منتجعات يعني بقى أنا مش عايز أقول أسامي بس أنا أقول أسامي مش لا مش لازم بقى طب مش لازم تمام شفت وجودنا مهمة طبعا فكان عندنا مجموعة فنادق هايلة جدا، فابتدينا هنقول هنحط كل فريقين في فندق. عندنا أوض كتير جدا والفترة فعلا كانت نسبة الإشغال قليلة اللي احنا عشان بنفكر نحجز فيها، فكان عندنا إمكانية ان احنا نحجز فيها. فحجزنا وابتدينا فريقين وبعدين زودنا وخليهم 4 فرق، فكان عندنا 16 أوتيل حجزينهم. من 4 أيام ابتدينا نقول في اجراءات جديده. كنا واخدين في ال 16 فندق اجراءات احترازيه ان الناس هيبقى لها مدخل معين هيدخلوا منه هيمشوا عشان الاجراءات، بس اجراءات في جست في الاوتيل يعني كان هيبقى في جست تاني. هنحاول او هنعمل اقصى ما يمكن ان ما فيش حد يتعامل معاهم، وفي عزل هيبقى للاستاف اللي بيشتغل والمتطوعين. وبعدين من 4 أيام بعد ما حجزنا وفاضل 25 يوم دكتور حسن مصطفى واللجنة الطبية برئاسة الدكتور حازم خميس فجم قالوا لنا لا احنا لازم يبقى الفندق من بابه للبطولة، يعني هناخد فنادق ونحاول نقلل عدد الفنادق على أقصى ما يمكن. فان انت بتبتدي قبل البطولة بشهر ان انت تعيد ترتيب الأوراق او ان انت تطلب من فنادق، فكان في المفروض في صعوبة كبيرة جدا. ليه؟ ان انت حضرتك حاجزة فرح في الاوتيل ده، فانا بقول لك حضرتك ممكن عليك تتجوزي في وقت ثاني او واحد ثاني حاجات كده نبتدي بقى ايه. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عندي ليكم خبر عاجل قفشنا اخيرا الترجمه الحرفيه لكلمه اسيتس اللي استكينا فيها احنا الثلاثه الاصول الثابته. نكمل بقى واحنا مطمئنين كده. تمام. ففعلا كانت الاجراءات ان احنا كنا واخدين عدد فنادق كافي جدا للاستيعاب ال 32 دولة بالإعلاميين اللي جايين يغطوا بالاتحاد الدولي بزوار الاتحاد الدولي أو الناس اللي جاية معاهم. وجالنا في آخر فترة احنا لازم نغير وناخد الفندق من بابه، مفيش حد تاني، مفيش أي جست، يبقى في عزل كامل للناس اللي في الفندق. فكانت فعلا حاجة مش سهلة، صعبة جدا جدا جدا. كابتن حسين لبيب كان بلغني بيها يوم الأربع بالليل، قال لي احنا دكتور حسن مصطفى والدكتور حازم قرروا او قالوا كقرارات جديده ان لازم تبقى فنادق خاصه لكل فريق ونقلل الفنادق لازم نوصلها ل4 فنادق. احنا عندنا المفروض حوالي 1600 اوضه محتاجينهم، في حدود 1600 اوضه. فان انت حضرتك تكون الفنادق دي وبعدين لازم فرق معينه، انت عندك 32 دوله فمش هتقعد 32 دوله في فندق واحد يعني ده فلازم على كل مجموعه 8 فرق هيبقوا في فندق. فالحمد لله قدرنا نوصل
في يومين ان احنا كنا خلصنا كل حاجه وحجزنا كل الغرف اللي محتاجينها، زائد الاجراءات اللي احنا بقى مطلوبه ان احنا موجود لكل فريق له دكتور معاه، وفي دكتور في الفندق، وفي مركز زي مش عياده، في عياده موجوده للفندق، وفي عندنا غرف لل للاشعاعات ومعامل موجوده للبي سي ار وكده عشان تقعد تتعامل. لا ولا لا معمل بيشوف البي سي ار، لا معمل كامل. طيب. وغرف للاشعه وغرف مخزن للادواء وغرف للعزل. طب كل ممكن طلب خمس. صغير اتفضلي ناخد تليفون. طبعا. بما ان احنا بنتكلم عن ملف الطبي او الاجراءات الاحترازيه، دكتور حازم هو اللي عامل كل ده واحنا ماشيين معاه. فعلا دكتور حازم خميس معانا رئيس اللجنه الطبيه لمونديال اليد. يا دكتور صباح الخير في البدايه على حضرتك. اهلا صباح النور. اهلا بحضرتك استاذ ممدوح، يمكن ادينا فكره كده عن الاجراءات الاحترازيه وغيره. اتفضل حضرتك. الاستاذ ممدوح خلص كل حاجه خلاص. تقريبا يا فندم. انا قلت كل حاجه بناء على تعليمات حضرتك، يعني احنا ماشيين بناء على تعليمات حضرتك. ما سابش للجنه الطبيه حاجه خلاص. هو ما سابش لينا اي سؤال حتى. والله يا دكتور حازم ما شاء الله هو بيسترسل في الموضوع، بس انا حابه كمان اروح مع حضرتك ايه تطمنا على الجزئيه دي، ولو في برضو اي مندوبين كانوا جم عن المنتخبات يطمنوا مثلا على الاجراءات الاحترازيه، يعني عايزين نفهم من حضرتك الكواليس كمان. اتفضل يا دكتور. انت عارف هو الموضوع صعب جدا، يعني الموضوع مش سهل. كاس عالم اول كاس عالم في بانديميك، فالاجراءات كانت شديده، وبنعمل يعني يمكن كل ساعه مش كل يوم اجتماعات ومقابلات وزوم ميتنج، لكن في الاخر وصلنا ان الموضوع في منتهى الخطوره. فعشان كده احنا ضغطنا على اللجنه المنظمه والاستاذ ممدوح ان احنا غيرنا حاجات كتير في الاجراءات، اهمها ان احنا ناخد فنادق من بابها من غير جيست، من غير ما يكون فيها حد، لان الناس هتتحجر كلها، سواقين والاكل والبيستين كل الناس هتتحجر، فانت هتتحجر وانت معاك ناس منتهى الصعوبه. ثم ان الفنادق هتتحاصر، قوات الامن يعني ما حدش هيخرج ولا حد هيدخل. ايوه صح. غير اللي هم مسموح بخروجهم بترتيبات، عشان كل فرقه يبقى فيها ليها دكتور كوفيد وليها، وكل فندق كان فيه عياده طبيه. العياده الطبيه ديت فيها جهاز اشعه ومعمل صغير وادويه، ووزيره الصحه مصممه ان احنا بقدر المستطاع الفول بابل ما يتمش اختراقه، لان يعني انت احتجت للعيب مثلا اشعه هتوديه فين؟ هتخرجيه من الفقاعه الكامله دي. فالاجراءات يعني شديده جدا، من اول نزولهم من المطار، العربيات اللي هتنقلهم كلها محظوره او محجوره، من السواقين والاتوبيسات، الفندق محجور، مناطق التدريب، مناطق المباراه، يعني شغلنا اولا ما حصلتش قبل كده. فعشان كده يعني احنا ده موديول مصري، ما تمش، ما عندناش مثلا حاجه تقول ان هي اتعملت فين قبل كده، ما عندناش نموذج. صحيح. طب دكتور حازم، بالنسبه لو في يعني جمهور خلينا نقول مصاحب للوفود القادمه، هل معمول حسابهم ولا دي حاجه مالناش دعوه بيها الى حد ما، دي حاجه بقى شخصيه؟ لا احنا الاول مسموح ب 30% من قوه الصاله فقط. يعني قوه الصاله مش هيبقى فيه اكثر من 30%. الدكتوره وزيره الصحه كانت قدمت اقتراح للجنه المنظمه ان يبقى فيه وان باكج للجمهور نفسه، يعني الدوله برضه عايزه تتابع اللي هو الجمهور ده جاي منين، جاي ازاي، ومقيم فين. فالطب الوقائي في وزاره الصحه قايم باعمال شديده جدا عشان يقدر يتابع كده. فاحنا بعتنا للدول ان الباكج يبقى مطموح يعني موجود فيه الاجراءات الطبيه. تمام. يعني تبقى الاجراءات الطبيه كمان موجوده في الايه؟ في الباكج ده يعني. تمام. فالمأمورية نأمل، يعني مصر واخده تحدي كبير طبعا، والتحدي ده يعني ربنا يعني يستر ان شاء الله، يعني هيستر ان شاء الله، هيستر. والموضوع مش صعب على مصر ما اعتقدش ابدا يعني. لا احنا في اجراءات، بصي حضرتك احنا في فرق بين الاجراءات الماديه والاجراءات المرضيه. الاجراءات الماديه الدوله عامله مجهود مش عادي. حضرتك شفتي الاربع صلاه اتعمل فيهم ايه؟ شفنا حاجه يعني حاجه خرافيه. لو شفتي الاجراءات اللي عاملاها اللجنه المنظمه والمجهود المبذول من سياده الرئيس والسيد رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، خاصه وزير الشباب والرياضه ووزير الصحه، مجهودات مهوله. لكن احنا بنتكلم بمرض عالمي.
يعني صحيح، بس يعني حضرتك بتطمنا، واستاذ ممدوح برضو حديثه مطمئن جدا، يعني انتوا عاملين فوق ما كمان الاجراءات الاحترازيه المفروض ان هي تتم، فيعني ان شاء الله خير. ان بره ما اتعرض عليهم الاجراءات ديت مش يعني اولا مبهورين بالاجراءات على الورق، لكن مش مصدقين ان الاجراءات دي يمكن تحقيقها بسهوله، لان هم هناك دلوقتي بيلعبوا بطوله اوروبا للفتيات، خدوهم في فندق واحد وحاصرهم بالبوليس ومنعوهم من الخروج. لكن احنا ظروفنا كمان ايه، ده احنا من برج العرب ل 6 اكتوبر للعاصمه الاداريه لاستاد القاهره. لا طبعا. موضوع يعني موضوع يعني مش عادي في يعني في ظروف الدوله كلها واقفه، في 18 وزير مسؤولين عن البطوله. فهو تشالنج جامد جدا. ان شاء الله الدوله دي ربنا سبحانه وتعالى يحفظها ويشرفها امام العالم كله، بحيث ان ده وبعدين بقى المشكله الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى بيقول لك ان بقيه الاتحادات الدوليه كلها مستنيه، اتحاد الطايره واتحاد الباسكت مستنيين يشوفوا البطوله دي هتحصل ازاي. ان شاء الله خير، واحنا عندنا ثقه يعني باذن الله في حضراتكم ان هو هتبقى على احسن وجه. استاذ ممدوح وحياتك يدينا قوه زياده للدكاتره، لانه حضرتك تؤمر بيه ان شاء الله هنعمله وبنعمله، ودي مش تعليمات دي اوامر يا فندم. وفعلا لو يعني حضرتك عملت لنا اضافه كبيره جدا، ولو غير توجيهات حضرتك لو ما كانتش موجوده كنا نبقى في مشكله كبيره. احنا بجد بنشكرك جدا جدا على فعلا توجيهات حضرتك اللي اديتها لنا واللي مشينا عليها. تمام. بنشكر دكتور حازم خميس رئيس اللجنه الطبيه لمونديال كره اليد، شكرا جزيلا. ونرجع لحضرتك يا استاذ ممدوح، وبرده ملف تاني ما يقلش. على حاجه قالها الدكتور حازم اتفضل. حاجه مهمه قوي. اتفضل. ان هو ما فيش مانيوال لل او بقى اتعمل فيها بطولات او حاجه. اخر مره حصل وباء في العالم كان سنه 1918 اللي هي الانفلونزا الاسبانيه. فلو هنسال حد عمل فيها ايه وحصل ايه، هيبقى صعب يعني. هم ماتوا، ما فيش حد موجود يعني. لا ان شاء الله مصر بتعملوا حاجه، بنعمل حاجه جديده ملهاش سابقه. ففعلا هتكون احنا المرجعيه ان شاء الله بعد النجاح باذن الرحمن. فعلا دي هيتقوم عليها حاجات كتير جدا البطوله دي، ان الاولمبياد هيبقى لها دور، يعني تنظيم مصر البطوله ونجاحها هيبقى له دور كبير جدا 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 في تفعيل الاولمبياد. ما دي نقطه، ده ملف مهم جدا بتهيألي احنا اتكلمنا في تفاصيل كتير متعلقه بيه، بس في ملف تاني برضو ما يقلش اهميه وهي مشاركه مصر في اولمبياد طوكيو. وبصفه حضرتك رئيس المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه، كيف ترى استعدادات الفرق المصريه للمشاركه بقوه، وان احنا كمان مش مجرد نشارك والسلام، احنا عايزين نسيب بصمه حلوه. تمام. شايف الوضع عامل ازاي طبعاً في الاطار؟ الوضع العالمي كله صعب جدا. مفيش يعني لما بنتكلم ان انت بتقول ان في اعداد للبطوله من الاتحادات المصريه للمشاركه في البطوله، المفروض بيقام مسابقات، بيقام بطولات خارجيه، مفيش سفر. طبعا. انت دلوقتي طبعا في مشكله، فالتنافس بيخلق نوع من رفع مستوى وكفاءه اللاعبين في الالعاب المختلفه، فالتنافس مش موجود ان يرفع كفاءه. التدريبات دلوقتي كلها تدريبات محليه لبطولات داخليه، ابتدت من الايام دي مصر بتبتدي تنظم بطولات، يعني في بطوله سلاح هتقام في الفتره اللي جايه، كان في بطوله سكواش بتتلعب دلوقتي، لكن وفي مشاركات عالميه، لكن انت دلوقتي عشان تسافر بره مش قادر تسافر طبعا. مش قادر تشارك، فمش قادر ترفع الكفاءه. العالم كله عنده مشكله كبيره. الاعداد لمصر، اللجنه الاولمبيه المصريه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه بيقوموا بدورهم، وزاره الشباب والرياضه كاجراءات ماليه بتدي كل الدعم للاتحادات الرياضيه، والاتحادات قايمه بدورها مع اللجنه الاولمبيه كاجراء فني، وبنشوف ايه اللي ممكن يوصلوا، بيقوم بيها المهندس هشام حطب والساده اعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه للوصول لاعداد امثل للاعبين في ظل الظروف اللي الدوله بتمر بيها والدول اللي حوالينا بتمر بيها، فدي مشكله. ارجع لك بقى للهاندبول، الناس هتدخل ازاي؟ الفرقه تيجي ازاي؟ احنا عاملين سيناريو. احنا عندنا وقت ولا احنا ورانا حاجه؟ يعني ما تيسر. هايل ما تيسر. هايل حلوه دي كويس. يعني احنا عاملين سيناريو بسيط جدا 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 لدخول الناس. هيبقى لكل فريق داخل او كل دوله في اثنين مرافقين لهم من المتطوعين، شباب المتطوع المصري على مستوى عالي جدا. هو دلوقتي هنجيب مثال فريق المانيا جاي. فريق المانيا جاي بيبقى جاي قبلها ب 15 يوم عارفين الرومنج ليست بتاعته، جاي مين وهيقعد في اوضه ايه واوضه دبل واوضه سنجل وكذا، وهينزل في الاوتيل ده. فهو بيبتدي المتطوع ده اللي هيبقى معاهم بيبتدي يذاكر الناس دي اساميهم ايه وفي اوض كذا وفي الاماكن دي، فبيروح الفندق يقول لهم كان نازلين في فندق اكس، بيروح لهم صباح الخير انا اسمي فلان
الفريق بتاعكم نازل؟ اه تمام. هينزل فين؟ قول له نازل هيبقى في الدور ال17 في الاوض كذا كذا. عارف اللوكيشنز بتاعه الاوض فين، عارف مكان الريستورانز اللي هياكلوا فيه فين عشان لهم مكان محدد، عارف غرفه الاجتماعات فين، عارف اللي هيدخلوا ازاي هيعملوا ايه. راح شاف خد السواق اللي هيبقى معاهم مخصوص بالاتوبيس بتاعهم، وعارف مكان التدريب هيبقى فين، وخد عارف المسافه بين الفندق وبين الملعب بتاخد وقت قد ايه في الاوقات اللي هو بعتوها له الفرق، ان احنا ضرب الساعه 2:30 ل 3، فعارف عشان الراجل لما جاله مدير الفريق هناخده يقول له، مش هيقول له احتمال يكون نص ساعه ساعه، هيقول له 35 دقيقه في الوقت ده. ففي دقه، راح الملعب عارف مكان الملعب فين، عارف مكان بتغيير المغرف الملابس، مكان الريفريشمنت اللي بيحطلهم فيه بين الشوطين او حاجه هياخدوا ايه. قابلوا مع بتوع لجنه بتوع المسابقات، عرفهم الرايتس بتاعهم ايه، عارف هم في الفندق انتايتل لايه، فطار وغدا وعشاء واللاندري ايه والاماكن ايه يعني نقدر نقول ان في تنظيم يعني في ادق التفاصيل غير الاثنين دول. اوكي. هم اللي بيتعاملوا معاهم فروم يعني فروم دور تو دور. احنا عاملين بروجرام اللي هو فروم دور تو دور، بتجيبه من المطار يعني وبترجعه من المطار. مجهودات كبيره، وباذن الرحمن تكلل كلها بالنجاح، وكلنا نسعد ونتشرف بقدره مصر كالعاده على تنظيم فعاليات مهمه واحداث عالميه بالشكل ده. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا وشرفتنا. ان شاء الله هتكون بطوله رائعه استاذ ممدوح، وعندنا امل في ده. وكمان فكره ان زي ما حضرتك قلت في ظل الظروف اللي بتمر بيها او يمر بيها العالم دلوقتي، مصر بتعمل يعني دلوقتي بطوله دوليه على ارض المصريه، وكمان في عندنا رياضه السكاي دايف المفروض داخله مصر. صحيح. ناس كبيره كتيره جدا حول العالم بتمارس هذه الرياضه، فكون وغيره وغيره، فكون ان انت بتتكلم في الشق اللي هو السياحه الرياضيه والعالم كله بيمر بأزمة، فأكيد دي رسائل مطمئنة كتيرة جدا. على كل حال احنا أكيد مع حضرتك برضو متابعين إن شاء الله لغاية لما تبدأ البطولة، بإذن الله تكون بطولة تليق فعلا بمصر. شاء الله.